السلام عليكم فيضانات السودان، وإليكم آخر الأخبار وبيان عاجل من الأزهر الشريف. قبل التفاصيل نطلب من الجميع الدعاء للشعب السوداني وللأشقاء بالسلامة، ونتمنى منكم لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة، أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم. إليكم التفاصيل. تعرضت دولة السودان الشقيقة إلى أمطار غزيرة وفيضانات. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة من مايو في السودان شردت نحو 136 ألف شخص في البلاد اعتبارا من 14 أغسطس، وذلك نقلا عن مفوضية العون الإنساني الحكومية والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان والسلطات المحلية. ولذلك أعلن الأزهر الشريف أنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة السودان الشقيق، وذلك في ضحايا السيول والفيضانات التي أسفرت عن وفاة العشرات وإصابة المئات وتشريد آلاف من السودانيين وتدمير أكثر من 2500 منزل. ويعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيق في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذه البلد العزيزة على تجاوز هذه المحنة، وأن يرزق البلاد الأمن والسلام والهدوء. نتمنى منكم وللجميع للشعب السوداني بتجاوز هذه المحنة. تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.